تروحها تجيها تروحها تجيها بالعرض بالعرض عم تمشي لا يعطيك العافية يعطيك على حضرت المعلم في واحد اسمه محمود سيف الدين عندك هو محمود اللي عم كله مرجوحة انت وعطيه اياه له ما بعرف شو قصته عشان عم بيقول لي هلا وعم بيعيط عندي بالمحل مرجوحة ما عجبته ما بعرف شو الغالية؟ ايه؟ مش ما عجبتها؟ يعني مرجوحة قال شيء سوري سوري تقعد عليها هيك المرجوحة بتصير المرجوحة كيف تعمل؟ تخبط بالحيط تخبط بالحيط تخبط بالحيط تخبط بالحيط هو بالاساس هي بتساوي يعني اكثر شيء اكثر شيء مجوز ايه قال لي محمود انه انت مضطر بدك اياها ثلاثة بخصوص يا خي ايه بس ما انت قاعد عليها بتصير المورينات او الكيك يا خي يعني انا ما ذنبي بالموضوع ما هو لما اجى اشتري لي اياها قال لك هذا الاساس انه تهتم فيها للمرجوحه صح؟ كوني عندك بتصير مرجوحه ستم على محمد بتصير تعمل هيك بتصير تعمل هيك بتخبط بالحيط بتخبط بالحيط بتخبط بالحيط لحالها شو صار فيها؟ ما بقى عم بفوق من فوق الجسر هيدا اللي عامله عم بيلعب مش عم بيلعب عم بيرقص لحاله عم يرقص حتى لك محمد وخشت ايه بعد عم تلعب بقى انا اللي بدي اياه منك شو بدنا نعمل له حل فينا نحط له عمود حديد مثلا حط له عمود حديد بنعمل له وحده بربعه هيك مع براغي بيكمش محمود بيعرف وين بيتك نعم محمود لا محمود شاب صديقي انت عرفت عليه بمحل تحت انا وصيت عليها ما قادر اطلع ما بيعرف وين بيتك يعني لا بس هي ولا ما بتروح بتجي هيك يا زلمه جنات المرجوعه كيف لازم تروح تجي كيف لا بتعمل ولا كيف هيك وهيك هي هاي هيدا الجسر اللي فوق وجسر الفوقانة كيف عم بتصير تعمل؟ بوف 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 تعمل هيك يعني انا بنت صغيرة هي عم تركب عليها يا حرام يا محمود ما بتلاقي الا بنت عم تخبط يا بابا لا عم تخبط هيك بتلاقي بابا هي عم تخبط هيك انت قديش اخذت حقه بوقتها المرجوحة؟ انا اخذت كل اللي مع الطقم قد ايه اخذت؟ لك معي كرسي مش هيك؟ والي كرسي معك فرطناها اسوي لك واحد بلاها ما بدي اياها خلي لك اياها خلص خلي لك اياها هي خلي لك اياها بتبيعها انت ما بدي اياها لا فرطتها ما هي مفتولة كلها سوا مفتولة ليه مفتولة انت ليه عم تشتغل هيدا الشغل ليه ما عم تشتغلوه مزبوط انتو عمي ليه عمي هيدا طبيلة خي انتو ليه طبيلة ليه ما عم تشتغلوه مزبوط الشغل بيطلع خشب مفتول اذا بتساوي الصندوق بيطلع مفتول لحظة بكون بتبهله انت انا شفتها استغربت انه انا كيف مركبها خي هلا نحن اذا عم تشتغل شغل طبيلة خي طبيلة ما في شغل نظيف لا ما بتطلعش يعني كل 100 طبيله يطلع لك معك 2 3 يعني هلا هيدي هون هي رقيقه هي لك ايوه شفت لقيت صح؟ ها؟ شو يعني؟ طبيله هي يعني كيف بده واحد يشتري مثلا ما بيكسره؟ لا هلا في بيطلع لك مثلا كم خشبه مرتبين طيب كيف؟ ماشي انا بدي امشي المرجوحه شو بدنا نعمل فيها؟ بروح انا محمود برد لك اياها مثل فيك تجيبها؟ فينا نردها؟ خشبتي فيها بردها جيب واحده حديد احلى انكر زي ما بدك قد ايه حقها هي؟ هلا بشوف محمود بدي حسبها طب بدك تحكي مع محمود؟ انا جيت لعندك شخصي شريك هلا نحن كل انا واصلي معي والله واصلي معي لهون لا يا خيي لانه انا دافع حق الطقم بلاوي فيش شيء بيحرز قد ايه دافع حق الطقم؟ شيء مليون وشوي 3 ملايين تقريبا طقم مع المرجوحه مع طاوله مع كراسي شو نسيتها؟ قد ايه اعطيتك محمود؟ هلا محمود اعطاني يعني جاب لي طبالي بالبقايا خيال يعني اعطاني 1,300,000 شاري طبالي مزبوط مزبوط صح طب لي شاريها ب 60,000 طيب جاب لي غيري وجاب لي يعني النبي الله بنجيبها ونقعد يا خي لا ما كيف بدها تصبر ومرجوحه بكون قاعد عليها بتصير تروح هيك تجي هيك تروح هيك تجي هيك كيف يعني؟ رجعها يعني قصدي كيف؟ طيب رجعها اخذنا طقم من عنده المرجوحه ركبناها برا يعني على الطراز كيف حطيت الطراز هذا هيك حلو هذا الطراز بتكون قاعد بدك تعمل هيك بتصير تعمل هيك تروح هيك تجي هيك بالعرض عم تمشي ليه؟ طلع الجسر الفوقاني عم بلاق هي انا قلت له ما بدي اياها يعني بفضل اجيب حديد خيي احسن حديد بتصير تروح وتجي قدامه هيك ورا قد ايه حقها هي؟ يا حبيبي قد ايه والله اللي بدك اياه خلص صفي انت ومحمود واللي بدك اياه بصير نعم صفي انت ومحمود لا لا انا حكيت محمود قال لي ما خصني طلع فيه شوي لا لا قال لي محمود ما خصني انا والله هلا هي هاي عامل لك فيها اوبشنز زياده بدل ما تروح هيك كل المراجيح هيك هي عامل لك اياها هيك وهيك لا بس لو سمحت لا اذا عم تمزح معي قل لي احكيني لا هي. لا معلش شيء ما بدي اياها بس اذا انت بتعرف تحكي معي بهالطريقه هاي يعني عم تتمسخرني انت شو بتقول عملت اعمل لك فيها اوبشن لا
بس احكيني كلمه مين معروف، بس احكيني كلمه، بس انه انا غلطت شي معك؟ لا ولا عم تحكي معي بالتبع عم تطريها معك يا صاحبي، بلاش كل هالقد. نعم؟ رجع المرجوحه وخلص تكرم عينك. تفضل عم ضايقك كلمه. الله يرضى عليك، جيب ليش ام خلص انت حقك. لا بس صح خلص خلص ولا مسكر باب. شو انا جاي اعمل مشكلة يعني؟ لا لا جاي اعمل مشكلة ليش؟ ما بدي يخيطك الاخر العالم يعني. نعم ما في شيء يا اخي، انتم شيخ واهلهم عرفت رجعها وحقك. بس لا يا اخي انا بدي مرجوعة تقرب وترجع. انا خلص مش مرجوعة بتروح وترجع. رجعها شو بس انا عم بحكي معك بقول للشاب اعمل له اوبشن. شو اوبشن يعني؟ عم يمزح معك الشاب يا اخي ليطر الوضع. ما بعرف الشاب انت بتعرف. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حاج انت بتقبل هيك يصير معك؟ تاخذ طاقة. انا ما بقبل. شو بدك؟ انت بتقبل؟ انت بتقبل؟ انا بقبل. ايه يصير هيك المرجوعة تروح تجنن. انا في احلى من اروح شوف مرجوعتي تروح هيك وين؟ انا عملها هيك. الجنزير اجباري يا انسى الجنزير. اخذ مني زيادة هو. طيب اعمل له يا اخي ما جاي واصل معي لفوق جاي معصب من المرجوعة. هو شو بيقول للشاب؟ بيقول له اعمل له اوبشن. هون بيقوم بيسدد بيضحك معه. هلا ركض معه يا اخي. عم بقول لك يا زلمه رجعها رجعها. قديش بتكلم؟ قديش اخذ حقه وخلص؟ قديش دفع حقه؟ قديش دفع حقه يا اخي؟ احكيني قديش دفع حقه؟ قديش بده يدفع حقه؟ 1,900,000 كله الطقم كله. قديش المرجوعه؟ جاب له طبليات فيهم وجايب له طبليات فيهم. خلص ساعتين على قلبك. طبليات ما بدي اياهم. انت بدك المرجوعه شيء؟ ايه مرني بس. ما بدي حق المرجوعه يا حاج. بدي حق المرجوعه. خلصت بقى. بدي حق يا اخي. شو بدك مرني؟ بدي حق المرجوعه. بدي حط رقم يا اخي. ما في حط رقم. 200,000 مكلف المرجوعه؟ لا اكثر. والله انا بدي اعمل عم. والله اذا ما بدك تعطيني خمر ديون بلا اسم موضوع يعني. يعني انا جاي انا جاي لبلك. ما انا بدي اخذ شغله نظيفه من عندك. بس يا اخي المرجوحه خذ 400,000. روح انا بدي فلوس. بس 400,000 لا شكل بدك يجيبها. 400,000 لك. تاخذ غالي العلاقه. تاخذ غالي. طلع محمد جيب المرجوحه وده بدك معيون. خي منيح 450. 400,000 لانه هو بدي يعطيك. روح جيبها هلا وخذها 400,000. هي 400,000. روح جيبها هلا خذها 400,000. عم بقول لك روح جيبها وتاخذ 400,000. انت ليه زعلان؟ انت ليه زعلان؟ محروس الليفه. انا زعلان. هو محروس الليفه. ايه انا منه محروس الليفه. واقف بالشمس من اي ساعه؟ واقف بالشمس تحكم معصب. المرجوحه بتروح هيك بتجي. روح جيبها وتعي يا حبيبي. خلص ماني معصب انا. طب روح جيبها وتاخذ. بس عم انا ماني معصب. مثل ما قلت 450. روح جيبها. بس ليش انت معصب يا اخي؟ لا ماني بدي. احنا بدنا نحلها. بدناش نعصب. نعم بدنا نحلها. بدناش نعصب. روح جيبها وتاخذ 450 مني. انا اترك هون. روح جيبها وتعي. بس شو بدي احملها؟ بدي كاميون. عندكم كاميون؟ بده 100,000 هلا كاميون لجيبها. انا بجيب لك اياها 100,000. تدفع اجاري 100,000 لجيب لك. انا ادفع. انا بدفع. ما سمعت لك. روح جيبها. لا منين بدي اجيبها؟ نعم بيروت. وين مغيرين؟ خط على بيروت. شو بدك تقنع بيروت؟ خط على بيروت. خلص سويها تحت يا خيي. شو بتكلف تكرم عينك؟ روح سويها انت. نعم. لا بتحكي معها لالي هيك. من بيروت بدي روح تجيبها يا زلمه. جيبها انت لهون. شو هي؟ مرجوحه. كيف بدي اجيب المرجوحه لهون؟ كيف لك انك كيف خطها على بيروت؟ اخذتها نزلناها بكاميون عام. خلص ما بجيبها. خلي لك اياها. اعطيني 450. بدي اجيب المرجوحه. هلا لا خلي لك اياها. بدي اجيب المرجوحه. خلي لك اياها. هلا بعطيك اياها. اعطيني دولار اذا بدك. اعطيني دولار لو سمحت. انا بكون ما بعرف. لا انت بدك ما بعرف اذا بتطلع دولار. خلص هيا في 450,000. والله زعلت يا زلمة. بدل ما اولادي ينبسطوا فيها بتروح هيك بتجي هيك بتجي هيك. عم شايف مرجوحة بتعمل هيك؟ انا ما في مرجوحة بتروح هيك بتجي هيك بتجي هيك وبتروح هيك فيها. صلي على محمد. يسلموا يا عم. قد واخذونا حبيبي. لا يا خيي كسرها وحرقها. انت كنت معنا برنامج كاميرا خفية. كنا نشوف تضحك معنا هاي كاميرا بالسيارة. وطي الازاز وطي الازاز. هاي كاميرا لك وينها. نحن نشوف تضحك معنا. احسن معلم طبليات. وانا بنصح كل مزبوط مزبوط اسمه انت تعالوا لعنده. عنده طبليات حلوين كثير. فوتوا على صفحته مش رح تخسر. بس هذا الضرب اكل ومبكل صح ولا لا؟ قد ايه الضرب اول؟ واللي اكل ضرب اللي حده كمان. 450,000. ولا تبخزونا. ومن اجمل مقالب اللي صورناها اليوم.